نظمت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط البلد في عمان، احتجاجا على الارتفاع المستمر في الرسوم والأقساط الجامعية بمشاركة عشرات الشبان والناشطين الطلابيين والسياسيين. واستنكر المشاركون في المسيرة الارتفاع الكبير الذي يحدث بين فترة وأخرى على رسوم وأقساط الجامعات الرسمية دون ضوابط تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين. ووصف المشاركون في المسيرة الجامعات الرسمية بالشركات الربحية. وفي محافظة الكرك نظم حراك المزار الجنوبي وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة تنديدا بقرارات الحكومة الأخيرة التي رفعت بموجبها أسعار بعض السلع والخدمات. وعبر المشاركون في الوقفة عن استيائهم مما وصفوه محاولات الحكومة المستمرة بتأجيج الشارع الأردني وإخراجه عن صمته. وين مشربها؟ وين مسقاها؟ وين منبعها الرئيسي؟ كثيرة بتنظمها حملة ذبحتونا احتجاجا على قرار رفع الرسوم الجامعية للموازي والدراسات العليا في الجامعة الأردنية اللي اتخذ العام الماضي، وهي استمرار سلسلة الفعاليات اللي بدأتها الحملة منذ ما يقارب الشهر احتجاجا على هذا القرار وعلى قرارات السياسية المالية للجامعات الأردنية الرسمية بشكل عام، لنؤكد على أن هذه الحملة ذبحتونا ماضية في المطالبة بحقوق الطلبة من أجل أن تصبح الجامعات للفقراء. ضريبة الجامعة حصيلتها سنة 2014 250 مليون، بدفعوا 50 مليون للسبع جامعات وال200 مليون بتروح لخزينة الدولة. لو تندفع ال200 مليون للجامعات كان الرسوم الجامعية على الطلاب يعني أقل شيء 25% مما بدفعوه حاليا. التعليم مجاني هذا مش حق، هذا شيء مسلم فيه في كل الدول إلا عندنا هون للتجارة. أهملوا الجامعات مشان الجامعات الخاصة تزدهر.